يا هلا وسهلا، هل صحيح تحددت أسعار البيض من قبل وزارة التجارة؟ خلونا نشوف أخبار اليوم. أمانة الرياض تضع 13 اشتراط لعودة نشاط المراكز التجارية المولات ابتداء من بكرة الأربعاء، ومنها الدخول بكمامات وعدم دخول أطفال تحت 15 سنة، إزالة أماكن الجلوس من الممرات، وإغلاق أماكن الترفيه والعروض وغرف الصرف. مقطع متداول لأحد أهالي المنطقة الشرقية يسأل إذا كان يمديه يتنقل بين المدن بعد رفع منع التجول جزئيا. خلونا نشوف. بغيت أستفسر، مسموح التنقل بين المدن الشرقية؟ الجبيل، الأحساء، الدمام، الأحساء، مسموح؟ اي نعم مسموح يا ابوي. شكرا شكرا، بيض الله وجهك. ومن المقاطع المتداولة الأيام الماضية تطبيق التباعد الجسدي في المسجد الحرام. الفنان راشد الشمراني يصعد ترند لأكثر من 12 ساعة على تويتر بسبب عرض مشهده من الحلقة الثالثة من مسلسل مخرج 7، واللي كان يتكلم فيه عن إسرائيل. العدو هو اللي ما يقدر وقفتك معاه ويسبك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين. شو قصدك يعني؟ قصدي كلت حياتنا علشان فلسطين، دخلنا حروب علشان فلسطين، بطعنا النفط علشان فلسطين، يوم صار عندهم سلطة ندفع تكاليف ورواتب وحنا أحق بهالفلوس، وما يصدقون على الله يقولون هل كبر فرصة ويهاجمون السعودية. تداول كثير على واتساب وتويتر إشاعة تحديد وزارة التجارة لأسعار البيض، وهذه في الحقيقة أسعار أحد الشركات المنتجة للبيض، وما في أي شيء رسمي حد الآن من وزارة التجارة. فنانين سعوديين يطالبون بوقف برنامج المقالب رامز منجور رسمي بحجة تجاوز الخطوط الحمراء. والله إحنا لا نضحك ولا نبتسم على هكذا برنامج يذل الأشخاص ويستحقرهم ويصغرهم ويهينهم ويذلهم. والله لا حقوق الإنسان ترضى ولا حقوق البشر ولا في دين يرضى بهذه المهزلة. كنت يعني أحس بالذنب إني سبيته وضربته، بس لما أشوف اللي يسوي في العالم لا أقول يستاهل. في إذلال، أي في إذلال كبير مع الأسف. المسح النشط مستمر على مدن المملكة، وفي القصيم تم إجراء فحص مجاني على أكثر من 75,000 عامل. هذه كانت أخبارنا اليوم، اشتركوا في البرنامج عشان نشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة.